السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مرة تانية على ساري كيمستري. لو كانت دي أول مرة ليك أو أول مرة ليكي على القناة، فاحنا دلوقتي على البلاي ليست بتاع التالتة ثانوي ثيرد يير سكندري، بنتكلم تشابتر 2 الاناليتيكال كيمستري، أحلى تشابتر في الدنيا. في ليسون 1 مطولين فيه شوية، معلش، أخدنا 3 فيديوز لازم نشوفهم قبل ما نخش على الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي، ويلا بينا نبدأ الدرس. احنا ما زلنا في جروب 1. جروب 1 يعني أنا بتكلم على الريجنت دايل اتش سي ال. ماله الدايل اتش سي ال ده؟ دايل اتش سي ال ده بكشف بيه عن سته. اتكلمنا عن الكربونيت والباي كربونيت، واتكلمنا عن السلفايت، واتكلمنا عن السلفايد، واتكلمنا عن السايو سلفيت. فاضل لي واحد بس هو اللي هتكلم عليه في الفيديو ده، اللي هو النيترايت. يبقى انا في الفيديو ده هبحث عن النيترايت. طيب النيترايت هكتبه اهو، دخل اي سولت. احنا بنشتغل على المين تيست بتاعنا دلوقتي، هخش ب NaNO2. ال Na بوزيتيف 1 وال NO2 ماينس 1، فهيروحوا مع بعض، هيبقى كده NaNO2 مظبوط. ده سوليد سامبل يا جماعه، وهحط عليه ال HCl بتاعي. طيب ايه الفكره بتاعتي؟ الفكره بتاعتي ان ال HCl is more stable than the acid of the nitrite. فهيطلع لي الاتي، هيطلع لي NaCl، يبقى الكلورايد هتحل محل النيترايت في السولت بتاعي، وهيطلع لي الاسيد اللي هو ال HNO2. اوكي، ال HNO2 ده اسمه نيتروس اسيد، لان عندي واحد تاني اسمه نيتريك اسيد اللي هو ال HNO3. طب اشمعنى بقول على اللي فوق نيتروس اسيد واقول على اللي تحت نيتريك اسيد؟ ركز معايا في الحته دي. دايما لو انت شغال على حاجه الانين بتاعتها بالايت، يعني انت دلوقتي شغال على نيتريت، ده اللي هنسميه IC acid، nitric acid. طيب ولو شغال على حاجة الانين بتاعتها اسمها ايت، نيترايت، اي تي اي، دي اللي هنديها نيتروس او يو اس اسيد في الاخر. اوكي، يعني لو انا بقول لك كده سلفايت وسلفيت دي انينز اهو، لو انا حطيت الاسيد بتاعهم هسميه ايه؟ اللي اخره اي تي اي اللي هو السلفايت ده، يبقى هسميه سلفرس اسيد. طب واللي اخره صلفيت ال ATE هسميه سلفيوريك اسيد. عرفت بقى الاسم جه منين؟ سلفيوريك اسيد. خلاص كده، فنفس الكلام بقى، ارجع يرجع مرجوعي كل الكلام ده، عشان عايز اقول ايه اللي طلع في الاخر. ايه اللي طلع في الاخر؟ NaCl. اوكي، وطلع معاه نيتروس اسيد. طيب النيتروس اسيد ده زي ما قلنا ده انستيبل، فايه اللي هيحصل له؟ هيبدا يتكسر. هيتكسر بقى بطريقة مخصوصة، ركز معايا عشان دي حاجة سبيشال كده للنيترايت. هو عبارة عن نيتروس اسيد HNO2، كم واحدة؟ 3 موليكيولز بيشتغلوا مع بعض، بيتكسروا مع بعض. طب ايه اللي هيحصل؟ بص بقى وركز معايا، انا بحاول ابسطها لك، بحاول ابسط لك فكرة الايكويجن. خلي الاتنين دول بس هما اللي يتكسروا. هيتكسروا هيدوني ايه؟ هيدوني H2O. اوكي، وهيدوني ان 2 ان او. خلاص خد بالك انا شغال بكام ان هنا؟ ب 2 ان اهو. وال H2O دي خدت كام H؟ خدت ال H دي وخدت ال H دي، وخدنا معاها O من هنا وأهتين من هنا. تفتكروا في الاخر متبقي كام؟ متبقي اوهايه واحده من تكسيره الاثنين HNO2 دول. الاوهايه دي بقى هي اللي هتروح تركب مع ال HNO2 التالت عشان تطلع لي HNO3. يبقى الرياكشن بتاعتي بتبقى عامله ازاي؟ 3 مولكيولز من ال HNO2 ده اسمه نيتروس اسيد. لما هيتكسر كده ايه اللي هيطلع منه؟ هيطلع منه واحده HNO3، كان في واحده حصل لها اوكسيديشن من الاثنين دول، وبعد كده الاثنين دول اتكسروا، زائد H2O زائد 2NO. حتى الان ال NO اللي طالع ده بيبقى colorless gas، احنا ما بنشوفوش، بنسميه نيتريك اوكسيد، بنسميه يا شباب نيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد ده بقى لما هيشوف الاكسجين اللي في الاتموسفير، اللي في الاير اللي حواليه، يعني ال NO لما هيلاقي بقى اكسجين حواليه هيبدا يتحول ل NO2. ال NO2 ده بسميها ايه؟ بسميها نيتروجين داي اوكسيد. وخد بالكم النيتروجين داي اوكسيد ده انا مش محتاج اكشف عليه في حاجه، لان هو اصلا بيبقى عنده ايه؟ كلر مميز ليه، بيبقى براون فيبر كده بيطلع. خلاص؟ فدي الفكره بتاعت التيست بتاع النيترايت، ده المين تيست. بشتغل على السوليد سولت،
بحط HCl بيطلع لي HNO2. ال HNO2 دي بتتكسر خلاص عشان يديني HNO3 زائد H2O زائد 2 نيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد ده هنتعامل معاه كذا مرة. النيتريك اوكسيد اول لما يشوف اكسجين في الجو هيتحول لايه؟ هيتحول لنيتروجين دايكسيد جاز which is brown vapors. خلاص brown vapors طلعت، فعرفت ان انا شغال على نيتريك. طيب ده كان المين تيست بتاعي. لما عاوز اشتغل confirmatory تيست مين يقول لي هعمل ايه؟ اول خطوة في confirmatory تيست هشتغل على الاكويوس سوليوشن اوف السولت، يعني ال NA اوكي NO2 ده الصوديوم نيترايت، بس المره دي بقى هيبقى ايكوس. يبقى انا جبت منه شويه وبعد كده دوبته في ميه وبعد كده هشتغل عليه التست. ايه بقى التست بتاعي؟ بقول لك هحط بوتاسيوم بير منجنيت. ادي بوتاسيوم اوكي. بير منجنيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن MnO4 دي على بعضها كده نيجاتيف اتوميك جروب، الفيرنس بتاعتها بنيجاتيف 1 والبوتاسيوم ببوزيتيف 1، يبقى هيروحوا مع بعض. يبقى البوتاسيوم بيرمنجانيت مش محتاج اعمل الاقواس، هكتب كده ايه KMnO4. البوتاسيوم بيرمنجانيت ده لونه بيبقى فايلت تمام، ولازم بحط معاه شويه H2SO4 كونك. نفس فكره البوتاسيوم دايكروميت بعملها في البوتاسيوم بيرمنجانيت. طيب ليه بحط كونك H2SO4؟ ده بيحسن الاداء بتاع الاكسديشن بتاع ال KMnO4. طب تفتكروا ده اوكسيدايزنج ايجنت هيأكسد وهو هيحصل له ايه؟ هيحصل له ريدكشن. الاوكسيدايزنج ايجنت ده هيشوف قدامه حاجه زي ال NaNO2، ايه الفرصه اللي ممكن يأكسدها في ال NaNO2 غير ان هو يعمل لي ايه؟ هيعمل لي NaNO3، زود عليهم اكسجين اهو، كانت NaNO2 بقت NaNO3 كده، حصل اكسده للنيترايت اصبحت نيتريت. واحنا متفقين مع بعض واحنا بنتكلم زمان ان احنا اي اوكسيدايزنج ايجنت بعد ما بيأكسد بيحصل له ايه؟ بيتكسر. طيب هيتكسر ازاي بقى الكي ام ان او 4 ده؟ نفس البوتاسيوم دايكروميت بالظبط. البوتاسيوم هتاخد سلفيت فهيعمل لي كده كي اس او 4، وخدوا بالكم البوتاسيوم ببوزيتيف 1 والسلفيت بنيجاتيف 2، يبقى في الاخر هتبقى ايه؟ كي 2 اس او 4 خلاص. وايه تاني؟ المنجنيز كمان هياخد SO4 يبقى MnSO4 خلاص. يبقى انا كده عملت ايه؟ المنجنيز اخد سلفيت والبوتاسيوم اخد سلفيت وطلع معايا ميه. دي الريزلت بتاعت الكونفيرماتوري تيست. طب خد بالك البوتاسيوم بيرمنجنيت ده كان فايلت، المنجنيز 2 سلفيت ده كلرلس، يبقى ده يعني رياكشن عامل زي الايودين سولوشن اللي احنا اشتغلناه مع السايوسلفيت كده رياكشن. انا بعرف اللي حصل عندي اوكسيديشن ريدكشن ازاي لما بلاقي الفايلت كلر بيكمز كلرلس. كل ما احط كي ام ان او 4 الاقي اللون الفايلت تحول الى كلرلس، عرفت ان كده ان الكي ام ان او 4 حصل له ريدكشن وعمل اوكسيديشن لحاجه، فتاكدت ان السولت اللي معايا كان صوديوم نيترايت تحول الى صوديوم نيتريت. ويلا بينا نشوف الكونفيرماتوري تيست والمين تيست في البراكتيكال اكسبيرمنت. زي ما انتم شايفين اهو شغال على المين تيست، يبقى لازم على السوليد سولت وهحط عليه دايل اتش سي ال. ايه اللي هيحصل؟ ركزوا معايا، بدات البراون فيومز تظهر، يعني اوتوماتيك كده اتش ان او 2 طلع و3 اتش ان او 2 اتكسروا وطلعوا لي في الاخر ان او، والان او حصل له اوكسيديشن بقى ان او 2 اللي هو البراون فيومز اللي انتم شايفينها دي. البراون فيومز طبعا لونها بيبقى اتقل وهي على التوب اوف ذا تيست تيوب، لان بتشوف اكسجينز اكتر بقى بتاعه الجو فبيحصل اوكسيديشن اكتر. تعالوا نعمل الكونفيرماتوري تيست. ادي البوتاسيوم بيرمنجانيت زي ما انتم شايفين، بس عايز اقول حاجه، بس قبل ما بحط البوتاسيوم بيرمنجانيت بكون جبت السولت ادي رقم 1 ودوبته في ديستلد ووتر ادي رقم 2 عشان اعمل ايكويس سوليوشن، وحطيت شويه كونك H2SO4 اسيديفايد عشان البوتاسيوم بيرمنجانيت بيحب الاسيديفيكيشن، وبعد كده بقى هحط البوتاسيوم بيرمنجانيت. بصوا بقى فايلت كل ما احطه هيروح اهو اللون عمال يروح، عمال احط بدل ما يصبغ الميه فايلت لا اللون بيروح، شويه شيكينج اللون كله راح. ايه اللي حصل؟ حصل اوكسيديشن للنيترايت انتو نيتريت اند البوتاسيوم بيرمنجانيت از ريديوسد تو بوتاسيوم سلفيت منجنيز 2 سلفيت اند H2O. ده كده كان
الكونفيرماتوري تيست بتاعنا والمين تيست بتاعنا في البراكتيكال اكسبيرمنتس. هوقف الفيديو لحد كده، فيديو صغير شويه عشان ابقى خلصت كده جروب 1 الاناليتيكال جروب بتاع الانينز مع الاتش سي ال، وباذن الله في الفيديو الجاي اتكلم على جروب 2 الكلورايد والبرومايد والايودايد، وممكن ناخد معاهم النيتريت باذن الله. اشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.